مين؟ مين؟ أنا جابر أمور. تعال. إيه ده؟ في إيه؟ هو البوليس كان بيجري وراك ليه؟ أنا جاي أشوفك قبل ما أسلم نفسي. بهدلتني معاك يا اخي، فرقت عليا الناس كلها. هو انا عملت لك حاجه؟ ها؟ انا عملت لك حاجه عشان تعمل فيا كده؟ هو انت ساكت ليه؟ رد عليا، بتعمل فيا كده ليه؟ انا استاهل منك كده؟ قول لي انت مين فيهم؟ انت الصعيدي ولا الغشاش؟ ولا اللي بحبه ولا اللي معرفوش؟ ولا اللي بيحبني ولا اللي بياكلني حرام؟ زي ما تكوني ما عارفانيش. انا جابر. جابر أمو اللي حبك وعمره ما استخسر فيك حاجة. ربنا عالم إن كل ما جيلك القدر يعاند، وكل ما جرملك القدر يبعدني. الله وكيل، كلامي صدق، ولو قطعوا رقبتي ما اكدبش عليك. هو في كدب أكتر من كده؟ رد عليا. ها قول. أنا اللي عندي قلته. اللي هو إيه؟ هو أنت جاي تعمل فيا إيه؟ أنت جاي تولع فيا وعايز تمشي. ها؟ هو البوليس كان بيجري وراك ليه؟ هو انت شغال سواق؟ ولا انت بتغش في الدواء؟ ما قالوا لك كده في الجسم؟ تخيل قالوا لي كده في الاسم. شفت بقى انت عملت فيا ايه؟ رايحه جايه على الاسم، رايحه جايه على الاسم. عارف ليه؟ عشان انت راجل ظالم. انت ظلمتني وظلمت اخواتي يا اخي. كان يوم اسود يوم ما شفتك، ويوم ما اتجوزتك، ما انا كنت مرتاحه من غيرك، والحياه كانت حلوه وجميله وراضيه. تعالى هنا رد علي، مش هتمشي لما تقولي ايه الحكايه. حظك كده يا مهر، حظك كده. كل اللي قلتيه حصل بالحرف الواحد، وانا برضك ماليش شد في حاجه. انا مش مسامحك، انا مش مسامحك. وامشي امشي يا غشاش يا كذاب، امشي يا كذاب. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.